السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكة لذيذة جدا جدا، ناجحة 100% مع كل أسرار النجاح ديالها. كتجي خفيفة بزاف وحجم عائلي. قوموا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوش ديروا لايك أو جيم للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد الوصفات. هنحتاجوا لهذا الكيك 4 حبات ديال البيض مع كأس غير مملوء ديال الحليب، تقريبا واحد 180 او 170 مليلتر، كأس مملوء جيدا، 200 مليلتر ديال الزيت النباتية، يعني عبارة بالكأس العنبة الكبير، واحد ياغورت بنكهة الفانيلا 110 غرام، كأس ونصف ديال السكر ما يعادل 220 تقريبا غرام، القليل من الملح، مبشور حامضة واحدة، ملعقتين من الخل، 3 ديال الاكياس ديال الخميرة الكيماوية او البيكنج باودر يعني خميرة الحلويات، وجوج اكياس من الفانيلا 7 غرام، والدقيق تقريبا 350 غرام ديال الدقيق، وكيبقى دائما على حسب الخليط. غنضيفو في الاول البيض، يعني الطريقة المعتادة ديال الكيك. ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، انا كنفضل طراب، ما عندكمش عادي استعملوه حتى في الخلاط، يعني الكأس ديال العصير. غادي نضيف معاه جوج اكياس ديال الفانيلا، سكر الفانيلا، وثم السكر. ممكن انكم تنقصوا من كميه السكر اللي بغيتوهاش، تجيكم ناقصه يعني حلوه بزاف. غادي نخدم الكل بشكل جيد حتى كيبيض لينا الخليط. كيف قلت لكم ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. غادي نستمر حتى كيبيض وكيضاعف الحجم ديالو، عاد كنتوقف من الخفق. ما نساوش اضافه الملح حتى هو، عاد نخفقوه بشكل جيد حتى كنشوفوا ان الخليط كله رجع على هذا الشكل ابيض ومتكاتف. ثم نضيف الزيت شيئا فشيئا وانا كنطلع. الا استعملتوا الكاس ديال الخلاط فانتوما غادي تضيفوا بنفس الطريقه شويه بشويه وانتوما كطحنوا. منين كنضيف الزيت، يعني ملي كنتهي من المرحله ديال الخفق ديال البيض والسكر، فكنقص من السرعه ديال الطراب الكهربائي وكنخدمو على سرعه ناقصه. كنضيف حتى المبشور ديال الحامضه، يعني الا ما توفرش نعوضوه مبشور ديال البرتقال او بنكهه ديال الحامض، يعني بالروح ديال الحامض. كيتواتى بزاف بزاف مع الفانيلا ومع الياغورت ديال الفانيلا. ثم نضيف الحليب وانا كنخفق، ثم ملعقتين من الخل. الخل سولون العديد من الاخوات من الدور ديالو، فهو كيعاون ان الكيكه كتجي خفيفه اكثر وكيحيد حتى داك الريحه ولا السوره اللي كتكون ديال البيض. صافي ملي كنخلط كنحاولوا نغربلو الخمارات اولا خميره الحلوى. ممكن تستعملوا غير جوج خمارات تونس، انا جوج ثلاثه الخمارات كيجيوني هما هذوك في هاد الكيكه اللي كتكون هكا بحجم كبير. غادي نضيف ثلاثه ديال الخمارات ونغربل الكل، وما نضيفوش الدقيق مره واحده، هي تقريبا كتهز 350 غرام، واحد ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه الكبار، وطبعا نضيفو شويه بشويه ما نضيفوش مره واحده من الاحسن. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتحش معاهم الكيك وكيهبط معاهم بسهوله بسرعه اعتذر، فمن الاحسن ما ديروش الكيك جاري. الكيك شاري ما كيطلعش بزاف، هو كيجي خفيف اكثر من الكيك اللي كيكون ثقيل، وانما ما كيطلعش. الا كان الفران ما زوينش كيطلع ويعاود يهبط بسرعه. اللي دخليوها شويه خفيفه، انا غنخليوها معتدله شويه، واللي بغات تجي مبوقه لها من الفوق تتقل العجينه. صافي غنستمر شويه بشويه وانا كنضيف الدقيق وكنضرب على سرعه هادئه حتى نحصل على يعني الشكل ديال الكيك كيف بغيتو. كيك منضف ممكن اننا نضيفو الزبيب او العنب الجاف اللي كان مرمدوه
الدقيق وكنضيفوه حتى الاخير، اولا نضيفوا الفواكه المعسله. يعني من بعض المرات كنضيف الفواكه المعسله، كيجي المنظر ديالو احسن وكنهرسوا ديك السامبليستي يعني والبساطه اللي كاينه في هذا الكيك. وبعض المرات كنديروه كما هو غير هكا، كيجي لذيذ بزاف. صافي غنستمر حتى نحصل كيف قلت لكم على العجين اللي هو ما تقيلش بزاف، عرفني ما يكونش خفيف. كندهنو المول، هذا فيه 25 ديال السنتيمتر، يعني خصي الا كان عندكم صغير بزاف ما ديروش هذا القياس كله، نقصوا ديروا غير 3 ديال البيضات فقط وندهنوه مزيان، لان كي قلت لكم فيديوهات سابقه الا ما دهناش بشكل جيد ما كيطلعش الكيك مزيان، الكيك تيبقى طالع تابع الدقيق. نضاو ما نكتروش من الدقيق لان تيجي فيه بيض، نحيدو داك الفائض نخليه غير الجهد اللي غيلصق لينا مع الزبده، وطبعا في جميع الجوانب، ونصبو الخليط في المول وحنا هازين يدينا للفوق، يعني باش كنخليوه يتهوى، تخلي الهواء يجي مهوي من الداخل وخفيف ما يجيناش ثقيل. بالنسبه للاخوات اللي ما كيصدق ليهمش الكيك وما تيطلعش مزيان، فكيكون غالبا من الفرن او كي قلت لكم تيكون خفيف بزاف، الا كان الفرن كيسخن بزاف وضعي ديما واحد الصفيحه، انا كندير المقله ثقيله وكنقص العافيه حتى الاخر وكندخلها للفران اللي هو بارد، وكنخلي لها الوقت الكافي ليك فيها يعني حتى 45 دقيقه عاد نحل عليها، لان دخلتها في الفران بارد والعافيه مهيله بزاف حتى كتطلع بهذا الشكل، كنخليوها تبات عاد كنحيدوها من المول، ما نحلوش عليها الفران ونخليوها على خاطرها تطيب حتى 45 دقيقه، وندير واحد الصفيحه هذا في حال الا كان الفران كيسخن بزاف، الا كان كيسخن بزاف كيطلعها ويعاود ينزلها بسبب الزين، فهو طبعا اختياري. كاقتراح فانا بقات لي الكريمه من الحلويات يعني من اللي حضرت للعيد، بقات لي الكريمه هذه ديال الحامض اللي فيها الناباج والشوكولاتة بيض ونكهة الحامض، وبقات لي حتى الكريمة اللي درتها بالكراميل والشوكولاتة وعمرت بها الصابلي، فما عليهاش تضيع، كنبقى كنزين بها الكيك ديالي، كندير واحد الخطوط اللي هي عشوائية بهذا الشكل هذا، كيعجب الولادات بزاف هاد الأشكال اللي كتكون بحال هاد الشكل فيها الشوكولا ونكهات أخرى. وكيف قلت لكم ممكن دهنو غير بالمربى وديرو الكوك اللي هو جوز الهند أو لا اللوز مهرمش أو لا كاوكاو مهرمش أو لا أي فيلي، يعني كيبقى على حساب الرغبة ديالكم. ثم غادي ندير قليل من اللوز إيفيلي محمر كاقتراح فقط للتزيين، ممكن تخليوها كما هي ما تضيفو لها حتى إضافة أخرى. ونصيحة أخرى بالنسبة للطياب ديال الكيك، فمن الاحسن الا كانت كتخرجيها يعني وكتهبط ليك خليها في الفران حتى كيبرد والباب ديالو محلوله حتى كتحسي به برد عاد كتخرجيها، وكيف قلت لكم ما تحلوش عليها والعافيه دائما تحت منها، ما تكونش فوق منها غير لتحت فقط حتى كتشوفوها تحمرت من التحت ومن الفوق، ونشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش دايره، كتجي خفيفه بزاف بزاف وحتى في المذاق لذيذة جدا جدا. كنتمنى هاد النصائح تكون فاتكم يعني ونكون لبيت طلب ديال كثير من الاخوات، خصوصا في هاد الكيكة العادية ديال الياغورت كما كتلاحظوا عن قرب. بالنسبة لما كيبغيهاش خفيفة بزاف على هاد الشكل، ضيف واحد الربع كاس اخر ديال الزيت او نصف كاس، يعني ممكن ديرو كاس ونص الا بغيتوهاش تجيكم خفيفة وتجيكم شوية يعني مندمة من الداخل ديالها. انا درتها لعيد الاضحى، فمن الاحسن تكون خفيفة لان كيكون جميع الوجبات ثقيله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لان فعلا كتستحق التجربه، لذيذه جدا خفيفه مكوناتها جد بسيطه والحجم طبعا عائلي. وغادي نقترح عليكم مجموعه من الكيكات اللي ممكن انكم تحضروهم لمائده فطور العيد، ككيكه التفاح الرائعه اللي جربوها العديد من الاخوات ونجحت معهم وعجبتهم بزاف بزاف، طبقه ديال التفاح كريميه مع كيكه الشوكولات كذلك اللي كتجي زوينه بزاف رطبه وكريميه يعني بكريمه في الوسط، كيك الرخامي بالشوكولا والكراميل حتى هو رائع لا في الشكل ولا في المذاق ديالو. وما نساوش الا بغينا نحضروا حتى دي كيك اللي هما فرديين بكريمه القهوه اللذيذه او كريمه الحامض
بجوجهم كيجي مذاق ديالهم هائل. يعني كنصحكم اللي اختاريتم هذه المجموعه ديال الكيكات فهي غتنجح معكم اكيد، او كيكه كبيره حتى هي بكريمه القهوه بمذاق مغاير شيئا ما عن الاخرى وكتجي رائعه، او كيكه الريشبوند اللي فايت لي منزله في القناه حتى هي ناجحه ومذاقها مختلف. كيكات الشوكولات اولا ديال دانيت كما كتلاحظوا معايا كلهم تقريبا حجم عائلي وناجحين وخفاف بزاف. مجموعه اخرى من الكيك تلقاوها في سخانه الوصف اسفل الفيديو مع الروابط. كنشكركم بزاف على المتابعه، عيد مبارك سعيد والى اللقاء، مع السلامه.